كل القصص والتفاهم وانا ما عاد بدي شيء. الله يسامحك. بكل الاحوال رح نوقع على تعهد بعدم التعرض لك مره ثانيه. ما بظن في داعي، انا ماني حابب اعمل عداوه بيناتنا. بالنهايه هن الناس محترمين. هذا اجراء احترازي وروتيني وما بيوضعك باي موقف غير محبب. يعني فيك تقول هذا عمل الشرطه. طيب طالما هيك القصه فاعمل اللي بتشوفه مناسب. تفضل. احترامي سيدي، الموقوف فادي. فوتوا يا ابني. حاضر سيدي. هذا انت؟ ايه انا. شو؟ جاي تشمل؟ مو من عوايدنا يا سيد فادي. السيد سامي قدم تنازل عن الشكوى اللي رفعها ضدك بالمحكمة. خير ان شاء الله. طيب سيادة العقيد، أنا بدي استأذن هلا وبتمنى إنه السيد فادي يطلع بأسرع وقت. طبعا طبعا، بس مجرد إجراءات وبصير برا. شكرا لكم. أهلا وسهلا. تفضل.